نستهل اليوم مشيئة الله سبحانه وتعالى أول درس للصف الأول متوسط بعنوان الغلاف الجوي. أهداف هذا الدرس التي بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نحققها معا: واحد، أن تعرف ما هو الغلاف الجوي. اثنين، توضح وظائف الغلاف الجوي. ثلاثة، توضح أن للهواء ضغطا وكذلك وزنا. أربعة، تصف مكونات الغلاف الجوي. خمسة، تحدد طبقات الغلاف الجوي. أخيرا، سادسا وأخيرا، أن تصف كيف تسبب الطاقة دورة الماء في الطبيعة. هذه الأهداف بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نحققها معا، ونبدأ الدرس بسؤال: ما الذي يحيط بالأرض من جميع الجهات؟ تلاحظون هنا في الصورة، يا سلام عليك يا محمد، الغلاف الجوي، الغلاف الجوي. تلاحظون هنا هذه الكرة الأرضية، تلاحظون في شيء ما يحيط بها، وكما ذكر الأخ نايف والأخ محمد الغلاف الجوي. إذن إجابتكم صحيحة، وهو الغلاف الجوي، وهو الغلاف الجوي. طب هذا الغلاف الجوي، هذا الشيء الذي يحيط بالكرة الأرضية، عبارة عن طبقة كما ذكر الأخ محمد. طبقة من ماذا؟ طبقة من ماذا؟ ممكن تكمل يا محمد؟ هل هو طبقة من بلاستيك أو طبقة من حديد؟ يا سلام عليك، من غازات، طبقة من غازات. لذلك ممكن أن نعرف الغلاف الجوي بأنه طبقة الغازات المحيطة بالأرض، طبقة الغازات المحيطة بالأرض. طيب السؤال، هل لهذا الغلاف الجوي فائدة؟ هل لهذا الغلاف الجوي فائدة؟ نعم، من يذكر لي بعض الفوائد لهذا الغلاف الجوي؟ حد يعرف؟ يا سلام عليك، تحمي الأرض من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية، لأن نعرف أن ينطلق من الشمس أشعة بعضها ضارة، فيعمل الغلاف الجوي بمنع وصول هذه الأشعة أو منع جزءا منها. يا سلام عليك، الأشعة فوق البنفسجية وكذلك الأشعة السينية. طيب من خلال هذه الشريحة ممكن أن نعرف فائدة أخرى، وهو تزويد الأرض بجميع الغازات اللازمة للحياة. نحن نعرف أن ثاني أكسيد الكربون غاز يوجد في الغلاف الجوي، وهذا تحتاج النبات في عملية البناء الضوئي، وكذلك الحال للأكسجين هو غاز يوجد في الغلاف الجوي. احنا نعرف حتى تتنفس المخلوقات الحية لابد من توفر الأكسجين، والأكسجين من ضمن مكونات الغلاف الجوي. لذلك ممكن أن نختصر ونقول، عليكم السلام يا أخت طيبة، ممكن أن نختصر ونقول أن الغلاف الجوي يزودنا بجميع الغازات اللازمة للحياة. وهنا كما ذكرت قبل قليل، وكانت هي الفائدة الثانية، وهو حماية المخلوقات الحية من الأشعة الضارة. أحسنت يا أخ محمد، وأحسنت يا أخ نايف، ونحيي الأخ قتيبة على حضوره. راح أتوجه إلى
سؤال، والسؤال يقول كالتالي: طبقة الغازات المحيطة بالأرض هو الغلاف الجوي أم الأشعة الضارة أم الحرارة؟ اللي عنده إجابة يرفع يده أو يعطي رقم واحد. نعطي الأخ قتيبة الإجابة. قتيبة، تفضل استخدام القلم أم المايك؟ يا أخ قتيبة، تفضل استخدام القلم أم المايك؟ عليكم السلام يا أخ همام. طيب مايك، تفضل المايك لك، تستطيع الإجابة. أجب واحد. إجابة رقم واحد، وهو الغلاف الجوي. نتأكد من إجابة قتيبة. أحسنت يا أخ قتيبة، إجابتك كانت صحيحة. ساهل النجمة. ننتقل إلى إثبات أن للهواء كتلة. من يعرف هذا العالم؟ من يعرف هذا العالم؟ ما هو اسمه؟ أساس سهل عليكم، هو الذي أثبت أن للهواء كتلة أو أن للهواء وزن. هل يعرف من هو العالم؟ يا سلام عليك، جاليليو جاليلي. جاليليو جاليلي، تلاحظون من خلال تجربته هنا أنه أحضر ميزان ذا كفتين، أحضر ميزان ذا كفتين، هذه الكفة الأولى وهذه الكفة الثانية، وأحضر دورقين. الدورق الأول هنا دورق محقون بالهواء، أما الدورق الثاني فهو مفرغ من الهواء، فهو مفرغ من الهواء. تلاحظون أيهما رجحت كفة الأول على الآخر، هل الدورق المحقون بالهواء أم المفرغ؟ يا سلام عليك يا محمد، المحقون. طيب ما هو السبب بأن الدورق الأول رجح الدورق الثاني، رجح على الدورق الثاني، مع أن جميعهما دورقان نفس الحجم ونفس الشكل؟ أحسنت، لأن للهواء له كتلة، بالتالي زاد من وزن الدورق، وبالتالي أثبت من هذه التجربة أن للهواء كتلة، أن للهواء كتلة. هنا ممكن طريقة أو إثبات أوضح، بحكم أن جميعنا نستخدم الكرة أو جميعنا نلعب بالكرة، فلو أحضرت لك كرة مفرغة من الهواء وكرة بها هواء، سوف تلاحظ أن الكرة المملوءة بالهواء وزنها أو أعلى من وزن أو أكثر من وزن الكتلة، من وزن الكرة المفرغة بالهواء، وهذا يثبت أن سبب زيادة وزن الكرة هو الهواء، بالتالي نستطيع أن نقول أن للهواء كتلة، أن للهواء كتلة. نرجع للغلاف الجوي، نرجع للغلاف الجوي. مكونات الغلاف الجوي: هذا الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض هل فقط يتكون من غازات كما ذكرت في بداية الدرس؟ هل فقط من غازات؟ الشباب لا. طيب عبارة، يا سلام عليك، أيضا هباء جوي. لذلك نستطيع أن نقول أن مكونات الغلاف الجوي عبارة عن غازات وهباء جوي. طيب الغازات، أي الغازات التي توجد في
الغلاف الجوي. يا سلام عليك، الأكسجين والنيتروجين، وأيضا ماذا؟ بعض الغازات الأخرى ممكن أقول يا أخ محمد، ثاني أكسيد الكربون، ممكن أقول بخار الماء، ممكن أقول غاز الهيليوم، وبعض الغازات الأخرى. طيب، من خلال الرسم البياني أو من خلال هذا الرسم القطاع الدائري، تلاحظون أي الغازات نسبته أعلى، أي الغازات الغلاف الجوي نسبته أعلى. يا سلام عليك يا محمد، وهو النيتروجين، وهو النيتروجين ونسبته 78%، ونسبته 78%. أما الأكسجين فيشكل 21%. أما الغازات الأخرى مين يستنتج كم نسبتها؟ مين يستنتج كم نسبتها؟ يا سلام عليك يا قتيبة، 1%، لأن 78 نيتروجين، 78% نيتروجين، 21% أكسجين، مجموعهم 99%، لم يبقى إلا 1% وهو للغازات الأخرى. وكما ذكرت قبل قليل مثل غاز الهيليوم، بخار الماء، ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون إلى آخره. أما الهباء الجوي فهي عبارة عن ماذا؟ هل هي الهباء الجوي عبارة عن غازات؟ هل هي عبارة عن غازات؟ لا، عبارة عن مواد صلبة ومواد ماذا؟ مواد صلبة، يا سلام عليك، ومواد سائلة. ممتاز، مواد صلبة ومواد سائلة. إذا نستطيع أن نقول أن الهباء الجوي عبارة عن مواد صلبة ومواد سائلة. أين موجودة؟ أين موجودة؟ تحت الأرض؟ أين موجودة هذه المواد الصلبة والسائلة التي نستطيع أن نقول عنها هباء جوي؟ هل موجودة تحت الأرض؟ يا سلام عليك، في الغلاف الجوي، في الغلاف الجوي، لأن نحن نتكلم عن مكونات الغلاف الجوي، فهي عبارة عن غازات وهباء جوي. الغازات تعرفنا عليها، والهباء الجوي ذكرت أنها المواد الصلبة والسائلة في الغلاف الجوي. والآن سوف تظهر لكم بعض مكونات الغلاف الجوي الصلبة والسائلة. تلاحظون هنا ماذا يوجد في هذه الصورة؟ حبيبات لقاح. هذه الحبيبات لقاح تنتجها النباتات، أو تنتجها الأزهار المذكرة، الأزهار المذكرة، فقد تنطلق مباشرة من الأزهار إلى الغلاف الجوي. كذلك الحال، ماذا تشاهدون هنا؟ ماذا تشاهدون؟ دخان. ممكن أن نقول ماذا؟ الرياح ماذا تثير؟ الرياح تثير، يا سلام عليك يا محمد، غبار. وكذلك هنا البركان ماذا ينتج عنه؟ ماذا ينتج عنه البركان؟ دخان، وأيضا ماذا؟ رماد. وكذلك رماد، يسمى رماد بركاني، يسمى رماد بركاني. فالمناطق التي تثور فيها البراكين ممكن أن يكون في الغلاف الجوي ماذا؟ رماد بركاني، رماد بركاني. ننتقل لسؤال هنا، أرجو
عدم الإجابة، فقط اللي عنده إجابة يعطي رقم واحد. السؤال: يمثل النيتروجين في الغلاف الجوي 21%، 78%، 1%. نعطي الأخ محمد، تفضل يا أخ محمد باستخدام القلم أجب. يا سلام عليك، 78%. وعشان نتأكد من إجابة محمد، راح وهنا تأكدنا من إجابة محمد، شكرا لك يا أخ محمد على الإجابة، يستاهل هذه النجمة، يستاهل كل من شارك معنا. سؤال آخر، اللي عنده إجابة يعطي رقم واحد. السؤال كالتالي: من الأمثلة على الهباء الجوي حبوب اللقاح النيتروجين والأكسجين. تفضل يا قتيبة، هذه المرة باستخدام القلم، سوف أعطيك القلم للإجابة. يا أخ نايف، السؤال اللي بعده، أي سؤال راح يجينا راح أعطيك إياه الإجابة عنه. يا سلام عليك يا قتيبة، ونتأكد من الإجابة. هنا حدد على نفس الإجابة قتيبة، سهل النجمة قتيبة. الآن نصل إلى عنوان طبقات الغلاف الجوي. نركز هنا بالصورة، نركز مع بعض بالصورة. تلاحظون كما ذكر الأخ محمد أن الغلاف الجوي على طبعا سطح الأرض، وهذا الغلاف الجوي تلاحظون أنه قسم إلى عدة طبقات، إلى عدة أقسام. طيب، إذا قلت لكم هذا الخط الأحمر يمثل درجات الحرارة في كل طبقة، في كل طبقة تلاحظون كلما ارتفعنا إلى أعلى هنا في الجزء الأول هنا تلاحظون درجة الحرارة تزيد أم تنقص درجة الحرارة. لاحظوا هنا مقياس درجة الحرارة، تلاحظون كلما اتجهنا إلى اليسار كلما برد، كلما قلت درجة الحرارة، سالب 2 سالب 3 سالب. أحسنت يا محمد، كلما ارتفعنا إلى أعلى تلاحظون كلما ارتفعنا إلى أعلى تلاحظون هنا في الجزء الأول تنقص درجة الحرارة. تلاحظون هنا المؤشر يروح يسار، يسار معناته إيش؟ أن درجة الحرارة تنخفض. تلاحظون سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 سالب 7. واضح يا قتيبة؟ واضح؟ طيب، في لحظة معينة في الطبقة الثانية تلاحظ ايش صار للحرارة، أين اتجهت؟ تلاحظون بهذا الاتجاه، لاحظ صارت بهذا الاتجاه يمين، معناته ايش؟ تزيد ولا تنقص درجة الحرارة؟ تزيد. يا سلام عليكم. بعدين في طبقة من الطبقات وهي الطبقة صار هنا درجة الحرارة في هذا الجزء من الغلاف الجوي تنقص، يا سلام عليك، وفجأة وش راح يحصل لها؟ تنقص. زين، تلاحظون هنا من خلال الجزء الذي ذكرته قسم الغلاف الجوي إلى طبقات بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ من اللي يستنتج؟ يا سلام عليك يا فاطمة،
بناء على درجات الحرارة. هل نحن نرى الغلاف الجوي؟ هل نحن نرى الغلاف الجوي؟ لا، لأنه عبارة عن غازات. طيب، كيف العلماء قسموا الغلاف الجوي وهم لا يرونه؟ قسموه على حسب درجة الحرارة، وكل طبقة لها درجات حرارة معينة. تمام؟ واضحة؟ وكل طبقة لها خصائص معينة لها، راح نذكر بعض هذه الخصائص في الجزء المتبقي من الدرس، في الجزء المتبقي من الدرس. أول طبقة، نعم يا أخ قتيبة، سؤالك يا أخ قتيبة. عندك سؤال؟ عندك سؤال يا قتيبة؟ ناخذ سؤال قتيبة، إذا كان قتيبة عندك سؤال. يا قتيبة راح أبين لك السبب، راح أبين لك السبب من خلال شرح الجزء الجاي، راح تعرف السبب وراح أسألك أنا بعد شوي. راح أسألك بعد شوي. حمام بس ننتظر قليلا. نأتي للطبقة الأولى. إذا قسم العلماء الغلاف الجوي إلى 5 طبقات بناء على درجات الحرارة، بناء على درجات الحرارة. وكذلك وجد أن كل جزء في الغلاف الجوي له خصائص معينة، فيعتبر كل جزء طبقة. إذا انقسم الغلاف الجوي إلى 5 طبقات، الطبقتين الأولى تسمى الطبقة السفلى، والثلاث الطبقات البقية يعني الثانية والثالثة والرابعة تسمى بالطبقة العليا، تسمى بالطبقة العليا. أول طبقة هي التروبوسفير، وهي من سطح الأرض إلى ارتفاع 10 كيلو متر، إلى ارتفاع 10 كيلو متر، تسمى بالطبقة المتقلبة. أحد يعرف لماذا سميت بالطبقة المتقلبة؟ أحد يعرف لماذا؟ يعني فيها غيوم، لأن عوامل الطقس تصير فيها. أحسنت يا قتيبة. جميع عوامل الطقس تتشكل في هذه الطبقة، في هذه الطبقة يحدث، تتشكل الغيوم ويحدث الأمطار وتحدث الرياح ويحدث الغبار. تمام؟ لذلك هذه في الطبقة الأولى سوف يتقلب الطقس، مرة غائم، مرة مشمس، مرة ممطر، مرة يوجد فيه غبار، مرة صافي. سوف يتقلب فيها الطقس، لذلك سميت بالطبقة المتقلبة، وهي تضم 3/4 المادة الكلية الموجودة في الغلاف الجوي. فتخيل الطبقة الأولى 3/4 مكونات الغلاف الجوي يكون في هذه الطبقة. وكم يتبقى؟ كم يتبقى من 3/4؟ نعم صحيح، يتبقى الربع من مكونات الغلاف الجوي، ويكون في الطبقات الأخرى، ويكون في الطبقات الأخرى. طبعا يعكس هذه الطبقة 50% من أشعة الشمس، من أشعة الشمس. ووجد أنه تقل درجات الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى بمعدل 6.5 درجات،
درجة سيليزيوس لكل كيلو متر، لكل كيلو متر واحد. إذا كلما ارتفعنا من سطح الأرض مسافة كيلو سوف تقل درجة الحرارة بمعدل 6.5 درجات سيليزيوس، 6.5 درجات سيليزيوس. الطبقة الثانية تسمى ستراتوسفير، وهي تبدأ من 10 كيلو متر من سطح الأرض إلى مسافة 50 كيلو متر. إذا كم سمكها تقريبا؟ إذا كم سمكها؟ كم سمكها؟ 40. يا سلام عليك، أنا ذكرت مرة الطبقة الأولى أنها تبدأ من سطح الأرض إلى مسافة 10 كيلو متر، والاستراتوسفير تبدأ من 10 كيلو متر إلى 50. إذا كم سمك هذه الطبقة؟ أجبتوني قبل قليل وقلت أنها 40 كيلو متر. ثم هذه الطبقة بطبقة الأوزون، لماذا؟ لماذا؟ هل عندي إجابة؟ أحسنت، لأن أغلبها أو تحتوي على كمية كبيرة من غاز الأوزون، كمية كبيرة من غاز الأوزون. حنا نعرف ما أهمية هذا الغاز، هو المسؤول عن امتصاص الأشعة الضارة مثل من؟ أي شعاع؟ يا سلام عليك، يمتص الأشعة فوق البنفسجية ويسمح بجزء قليل جدا بالوصول من هذه الأشعة إلى سطح الأرض، إلى سطح الأرض. وجد أنه كلما ارتفعنا في هذه الطبقة زادت درجة الحرارة، العكس هنا في هذه الطبقة العكس. في الطبقة الأولى كلما ارتفعنا قلت درجة الحرارة، أما في الطبقة الثانية كلما ارتفعنا زادت درجة الحرارة. طيب السؤال هنا، أيهما أفضل لتحليق الطائرات؟ الطبقة الأولى أم الطبقة الثانية ولماذا؟ تحليق الطائرات، قتيبة يقول الثانية ومحمد يقول الأولى، لماذا يا قتيبة الثانية؟ لماذا يا قتيبة الطبقة الثانية؟ السبب لأنه لا يصبح بها عوامل الطقس. نقدر نقول صحيح يا قتيبة، لأن الطبقة الثانية تخلو من الغيوم والأمطار والغبار إلى آخره. يعني ذكرت أنا لكم الطبقة الأولى تسمى بالطبقة المتقلبة لأنه يحدث فيها جميع عوامل الطقس من غيوم وأمطار وعواصف إلى آخره. أما في الطبقة الثانية فتنعدم فيها الغيوم، لذلك أفضل طبقة للتحليق الطائرات هي الطبقة الثانية، وهي طبقة الاستراتوسفير. ناتي للطبقة الثالثة. طبعا الطبقة الأولى والثانية تسمى الطبقة السفلى كما ذكرت سابقا. الطبقة الثالثة هي الميزوسفير، وهي تكون من ارتفاع 50 كيلو متر إلى 85 كيلو متر. يعني كم سمكها؟ كم سمك هذه الطبقة؟ كم سمك هذه الطبقة؟ 35. يا سلام عليك يا محمد، يا سلام عليك يا نايف. طيب، تحتوي على القليل من غاز الأوزون، لذلك سوف تكون باردة ولا حارة ولماذا؟ هذه الطبقة وسيب يقول باردة، لماذا؟ همام يقول باردة، طيب لماذا؟
محمد يقول لا يوجد فيها أوزون، فيها أوزون ولكن كميته قليلة. طيب طيب السبب لأن الأوزون تقوم بامتصاص الأشعة الحارة. طيب هي فيها كمية قليلة من الأوزون. لا هي فيها كمية قليلة من الأوزون. يا قتيبة هي باردة وليست حارة. إجابة خاطئة يا محمد، لا يوجد فيها عوامل الطقس، هذه إجابة خاطئة. نايف يقول باردة لأنها بعيدة عن سطح الأرض. طيب احنا اقتربنا من الشمس أكثر كما ذكر قتيبة. يا سلام عليك يا همام، ممتاز، سهل الطبق يا همام. طيب الميزوسفير ذكرت أنها فيها كمية قليلة من الأوزون، لذلك امتصاصها لأشعة الشمس قليل أم كثير؟ قليل. بما أن امتصاصها لأشعة الشمس قليل إذا سوف تكون باردة، لأن كلما الغاز كلما امتص كمية كبيرة من أشعة الشمس كلما سخن أكثر، ولكن بما أن هنا غاز الأوزون قليل إذا سوف يكون بارد، سوف يكون بارد وهو أبرد الطبقات، وهو أبرد الطبقات. ممكن يا قتيبة أنت قلت كذا بس ممكن فهمتك غلط، ولكن همام كذلك أجاب الإجابة الصحيحة، ومشكور يا أخ همام. إذا عرفت الآن يا قتيبة إجابة لسؤالك. أنت سألتني يا قتيبة قلت كلما ارتفعنا إلى أعلى اقتربنا من الشمس، المفروض كلما ارتفعنا إلى أعلى يسخن الغلاف الجوي، ولكن تلاحظون هنا لم يسخن، هنا بارد، الطبقة الثالثة باردة جدا. عرفت السبب يا قتيبة؟ السبب ان الطبقة الأولى حارة بسبب ان سطح الأرض يكون حار بسبب امتصاص لأشعة الشمس، فالهواء القريب من سطح الأرض يمتص الحرارة من سطح الأرض فيكون ساخن، وكلما ابتعدنا عن سطح الأرض برد الجو، برد لأن سطح الأرض يكون ساخن، فإذا ابتعدنا عنه سوف يبرد. وهنا لماذا بارد جدا؟ لأن كمية الغاز فيه قليل، لذلك امتصاصه لأشعة الشمس. يا قتيبة الشمس متى تسخن الجو؟ إذا امتص الغاز هذه الأشعة، يصبح حار، لكن الغاز إذا لم يمتص أشعة الشمس فإنه لن يتأثر بهذه الأشعة. واضح؟ كتيبة الشمس متى تؤثر علينا بحرارتها؟ اذا الغاز امتص هذه الاشعه. اذا كان الغاز قليل فامتصاصه قليل الاشعه، بالتالي لن يسخن. الان وضحت؟ طيب تمام، ننتقل للطبقه الثيرموسفير. واضح من اسمها ثيرموسفير، الكلمة ثيرمو تعني حرارة، وسفير تعني طبقة، معناتها بالعربي ترجمتها ماذا؟ طبقة ايش؟ الطبقة الحارة، الطبقة الحارة. طيب تمتد من مسافة 85 كيلو متر من سطح الأرض إلى 500 كيلو متر، معناته أن تقريبا سمكها 405
415 كيلو متر، وهي تعتبر أكثر الطبقات حرارة، تصل درجات الحرارة فيها إلى 1700 درجة سيليزيوز، 1700 درجة سيليزيوز. هناك طبقة ما بين الثيرموسفير والميزوسفير تسمى بطبقة الأيونوسفير، سميت بالأيونوسفير لأن الغازات فيها متعينة. شلون متعينة؟ الغازات مادة، ونعرف أن كل مادة تتركب من جزيئات أو من ذرات، وهذه الذرات فيها إلكترونات. فذرات هذه ذرات الغازات الموجودة في هذه المنطقة فقدت أو اكتسبت الكترونات، لذلك نقول عن الغاز انه متعين. متعين يعني مشحون كهربائيا، مشحون كهربائيا. فهذه الطبقه تسمى الايونوسفير لان ذرات الغازات فيها متعينه، يعني مشحونه كهربائيا. سبب التعين هذا او سبب هذه الشحنه الكهربائيه هو امتصاصها لاشعه الشمس. امتصاص هذه الغازات لاشعه الشمس، وأهميتها كما ذكر الأخ همام أنها تقوم بعكس موجات الراديو الإي إم، لذلك تبقي الموجات الراديو في الغلاف الجوي أو لا تتعدى الغلاف الجوي. لذلك إذا أرادت محطة إذاعة، إذا أرادت محطة إذاعة إرسال موجاتها، فإنها ترسلها بهذا الشكل إلى الغلاف الجوي، فسوف ينعكس من الطبقة هذه فيرتد إلى الأرض، فيستطيعون الناس المقيمون في هذه المنطقة استقبال هذه الموجات المنعكسة من طبقة الأيونوسفير والاستماع إلى هذه الإذاعة. أما آخر طبقة فهي الإكسوسفير، وهي تبدأ من 500 كيلو متر من سطح الأرض إلى أن يتلاشى الغاز أو إلى أن يتلاشى الغلاف الجوي، وليس في حدود واضحة لهذه الطبقة. طيب ليس ما متعينة، ذكرت لك قبل قليل يا طيب أوضحها بشكل سريع. إذا كان هذه الطبقة طبقة الأيونوسفير ففيها غازات، فيها غازات، فيها ايش؟ غازات. هذه الغازات عبارة عن مادة، الغاز عبارة عن مادة. الغاز عبارة عن مادة، إذا مما يتكون؟ مما يتركب؟ من ايش؟ من ذرات. لو أخذت الذرة هذه، لو أخذت الذرة هذه ورسمتها، أخذناها في الفصل الأول، هذه الذرة في منتصفها مادة، نواة. صح ولا لا؟ في منتصفها نواة، صح؟ طيب يدور حول النواة ماذا؟ ماذا يدور حول النواة؟ جسيمات تسمى ايش؟ الكترونات. يا سلام عليك، تسمى الكترونات. فالذرات في هذه الغازات، افرض ان هذا الخط اللي خليه باللون الاخضر، افرض ان هذا شعاع صادر من الشمس. هذا الشعاع عندما يصطدم بالذرات فإن الإلكترونات هذه تنطلق من الذرة، زين؟ تنطلق من الذرة. فنقول عن الذرة هنا أنها متعينة. شلون متعينة؟ مشحونة كهربائيا، لأنها هي فقدت شحنة سالبة، شحنة كهربائية سالبة. فنقول عن الذرة أنها تعينت. نقول عن الذرة أنها تعينت، إيش معنى تعينت؟ يعني فقدت أو اكتسبت إلكترون. الذرات في هذه الطبقة تكتسب او تفقد ايش؟ الكترونات، فنقول عن الغاز انه متعين. واضح؟ واضح؟ هذا ان شاء الله راح تاخذها في ثالث متوسط، في ثالث متوسط. طبعا ثلاث طبقات الاخيره نسميها الطبقه العليا كما ذكرت سابقا. ننتقل إلى
هذه الصورة تمثل ربط الغلاف الجوي مع الصحة. تلاحظون أن طبقة الأوزون تمنع الأشعة فوقنا البنفسجية فتقوم بعكسها، ولكن هناك ثقب في الغلاف الجوي. هذا الثقب سببه كثرة الحرائق وكثرة الأدخنة من المصانع ومن عوادم السيارات، فحدث ثقب في هذه الطبقة مما جعل جزء كبير من الأشعة فوق البنفسجية أن تصل إلى سطح الأرض، وتأثر كثير من الناس بهذه الأشعة. وفي بعض الدول انتشر عندهم سرطان الجلد بسبب هذا الثقب. ننتقل لمياه الأرض. نعرف أن الأرض تسمى بالكوكب المائي، والسبب يرجع إلى أن نسبة الماء على الكرة الأرضية يعادل ما بين 70 إلى 75%. نعم يا قتيبة، معليش الوقت يا قتيبة ما يسمح لنا أن نتناقش في كل سؤال. الوقت يداهمنا يا قتيبة. سؤال نكمل الشرح، أن الأرض تسمى الكوكب المائي نسبة بسبب أن جزء كبير من الأرض يتكون من ماء، ونسبة تقريبا من 70 إلى 75%. يوجد الماء في ثلاث الحالات، هو الغازية والسائلة والصلبة. فعندك مثلا الغطاء الجليدي أو المحيط نسبة تقريبا 97.2%، أما الغطاء الجليدي والجليديات فهذا يكثر في القطب الشمالي والجنوبي ونسبة 2%، والمياه الجوفية نسبتها 62% من المياه، والأنهار والبحيرات تلاحظون نسبتها قليلة، وكذلك الماء في الغلاف الجوي يكون في حالة غازية بنسبة تقريبا 4 من 10 آلاف. دورة الماء، طبعا الماء يمر بعدة عمليات، منها التبخر والتكثف والهطول والنكش. التبخر معروف هو تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، والتكثف كذلك معروف هو تحول الماء من الحالة الغازية إلى السائلة، والهطول معروف هو قد يكون مطر وقد يكون مطر متجمد وقد يكون برد وقد يكون ثلج. أما النكش فماذا يقصد بالنكش هنا؟ ماذا يقصد بالنكش؟ ماذا ينتج بالنكش؟ أو ماذا يسمى أو ماذا يقصد بالنكش؟ هو عملية إنتاج بخار الماء من النبات، هو عملية إنتاج بخار الماء من النبات. لذلك نستفيد أن النبات، يا سلام عليك يا قتيبة، لذلك نستفيد أن النبات يساهم في دورة الماء في الطبيعة، في دورة الماء في الطبيعة. فهذا الشكل يوضح لك دورة الماء في الطبيعة. تلاحظون أن الشمس هو المصدر الرئيسي للطاقة والمصدر الرئيسي لدورة الماء في الطبيعة. عندما تسقط أشعة الشمس فإن الماء سوف يتبخر، وعندما يتبخر الماء سوف يصعد إلى أعلى فيصل إلى منطقة باردة. هذه المنطقة الباردة تجعل الماء تجعل بخار الماء يتكثف، أي يتحول إلى قطرات ماء وتتشكل الغيوم. لذلك نستفيد أن الغيوم عبارة عن قطرات ماء صغيرة جدا يستطيع الهواء حملها. بعد ذلك وكذلك النبات تساهم في تبخر الماء، أو أن النبات ينتج بخار الماء في الغلاف الجوي، وهذا أيضا يساعد في تكون الغيوم. بعد ذلك أثناء حركة الرياح تنتقل الغيمة من مكان إلى مكان آخر، وعندما تلتصق 3 أو 4 قطرات من الماء في الغيمة سوف تسقط بسبب زيادة وزنها، تسقط على هيئة مطر، تسقط على هيئة مطر، وبالتالي رجع الماء إلى سطح الأرض. هذا هو عبارة عن دورة الماء في الطبيعة. سؤال
سؤال: أي طبقات الغلاف الجوي تحوي الأوزون الذي يحمي المخلوقات الحية من إشعاعات فوق البنفسجية؟ تفضل يا أخ محمد. استخدام القلم. أي طبقات الغلاف الجوي تحوي الأوزون؟ استراتوسفير. أحسنت، وهي طبقة ثانية. ممتاز يا أخ محمد. السؤال الذي يليه: طبقات الغلاف الجوي الأبعد عن سطح الأرض. اللي عندي إجابة عن طريق الشات مباشرة، اللي عندي إجابة اكتبها بالشات. هل هو التروبوسفير أو الاكتوسفير أو أيونوسفير؟ رقم 2 الاكتوسفير. محمد قتيبة. 3 الأيونوسفير. أحسنت يا محمد، وهو الاكتوسفير، وهي آخر طبقة. تقييم الختامي: أرجو من الجميع أن يشارك بالإجابة عن طريق الشات. أول من أثبت أن الهواء كتلة هو العالم أوكي أو غاليليو أو بويل. محمد يقول غاليليو، وقتيبة غاليليو. أحسنتم جميعا، وهو إجابة غاليليو. سؤال هنا: طبقة الغلاف الجوي الأقرب لسطح الأرض هو التروبوسفير أو الاكتوسفير أو الستراتوسفير؟ عن طريق الشات الإجابة. محمد يقول 1، وقتيبة 3، وهو التروبوسفير. أحسنت يا محمد، ما شاء الله عليك. يتم تحول الماء السائل إلى بخار في دورة الماء، هل هو توخر أم تكثف أم هطول؟ محمد يقول 1، وقتيبة 1. أحسنتم جميعا، يسمى تبخر. هنا مراجعة: أخذنا الغلاف الجوي وذكرنا أن الغلاف الجوي هو عبارة عن طبقة الغازات المحيطة بالأرض. وظائف الغلاف الجوي له وظيفتان أساسيتان، وهو حماية المخلوقات الحية من الإشعاعات الضارة، وكذلك يزود المخلوقات الحية بالغازات اللازمة للحياة. بعد ذلك أخذنا إثبات أن الهواء كتلة، أول من أثبت ذلك هو العالم غاليليو غاليلي. بعد ذلك تكلمنا عن مكونات الغلاف الجوي، وبالتذكير من يستطيع ذكرها عن طريق الشات: ما هو مكونات الغلاف الجوي؟ حجارب. مكونات الغلاف الجوي وهو غازات وهباء جوي، غازات وهباء جوي. طبقات الغلاف الجوي أخذنا 5 طبقات، وهو التروبوسفير والستراتوسفير والميزوسفير والثيرموسفير وأخيرا الأكسوسفير. بعد ذلك مياه الأرض، تكلمنا عن الأرض يسمى الكوكب المائي نسبة لكثرة الماء في هذا الكوكب. ويوجد الماء، ذكرنا أنه يوجد في الحالات الثلاثة: السائلة والغازية والصلبة. بعد ذلك أخذنا دورة الماء في الطبيعة، وتعرفنا أن الشمس هو المصدر الأساسي لهذه الدورة. يعطيكم العافية على الحضور.